السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. بدأنا الحصة السابقة بدرس الفيزياء والقياس، تعلمنا فيه البادئات الأساسية، أخذنا تقريبا جميع البادئات الأساسية المهمة، وتعلمنا كيف نحول وحدات وقاعدة التحويل. كانت قاعدة التحويل الكلي، لما أنا بدي أحول من صغير إلى كبير بستعمل القسمة للأرقام، إذا بدي أتعامل مع الأرقام أو إذا بدي أتعامل مع الأسس نضرب بقوة سالبة. والقاعدة الثانية من التحويل من كبير إلى صغير نستعمل الضرب. هذا اللي تحدثنا عليه بالحصة السابقة وحلينا 3 أمثلة. اليوم راح نكمل في اللي بدينا فيه ونحل بزيادة أسئلة حتى نتمكن إحنا في تحويل الوحدات بين أنظمة القياس. طيب خلينا نكمل في السؤال اللي أخذناه رقم 4. لنفترض يا أستاذي كان المطلوب حول 4 كيلومتر إلى متر. باجي بسأل حالي سؤال، بدي أحول أنا من كيلومتر من كبير إلى المتر صغير، وقاعدة التحويل من كبير إلى صغير إيش بتقول لي؟ بتقول لي نستعمل الضرب. ها باخذ 4 ضرب إيش؟ بدي أشوف الكيلو. بروح أنا بالبادئات الأساسية اللي أنا حافظها، بتطلع بلاقي الكيلو عبارة عن 1000، إذا 4 ضرب 1000 ويساوي 4000 متر. أو إذا بدك أنت تستعمل، بدك تستعمل الأسس، بدنا نيجي نسجل القاعدة من كبير إلى صغير نستعمل الضرب أو نضرب بقوة موجبة. هاي خلينا نسجل في حالة الأسس، ها في حالة، في هاي في حالة الأسس، في حالة الأسس هاي للسالب، وبرضو للموجبة في حالة الأسس، في حالة استعمال تعاملت مع الأسس. ها قاعدتين بهذا الشكل، ها أنت مخير، هاي قاعدة رقم 1، هاي قاعدة رقم 2، تمام. إذا أنت جيت تستعمل، إذا أنت جيت تستعمل الأسس بتيجي بتقول 4 ضرب، بدي أضرب بقوة موجبة. إيش هي القوة الموجبة تبعت الكيلو؟ لقيت عبارة عن 10 قوة موجب 3، 10 قوة موجب 3، وبتخليها بهذا الشكل 4 ضرب 10 قوة موجب 3 متر بهذه الصيغة. هاي النتيجة هي نفس هاي النتيجة، تمام. رقم 5، حول 7 ديكا متر إلى متر. باجي بقول 7، الديكا من ديكا إلى متر، من كبير إلى صغير، تمام. إيش بدي أعمل؟ بقول 7 ضرب كم الديكا من كبير إلى صغير؟ الديكا بتمثل عبارة 10، تمام، هاي أخذناها ودارسينها. ضرب 10 وتساوي 70 متر، أو ضرب 10 قوة موجب 1 بتطلع نفسها 70 متر، تمام. إذا أصبح عندي واضح بس قاعدتين للتحويل، صغير إلى كبير، كبير إلى صغير، إما بتعامل مع الأرقام أو الأسس، تمام. بما إنه بدينا في البادئات الأساسية والتحويلات، خلينا من مرة نسجل وحدات الزمن، لأنه الزمن مهم. وحدات الزمن، وإيش إحنا بنقيس الزمن بالنظام الدولي بالثانية، تمام. فلنفترض إنه إجاك 1 دقيقة، ال1 دقيقة كم ثانية فيها؟ تساوي 60 ثانية. لو إجاني 1 ساعة، ال1 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، إذا ضرب 60 ثانية. كمان مرة، الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، إذا بتطلع عند الساعة 60 ضرب 60 وتساوي 3600 ثانية. لنفترض انه عندي 1 يوم، كيف بدي احول 1 يوم؟ ال1 يوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، فبطلع عندي 24 ضرب 60 ضرب 60، بطلع عندي بهذا الشكل هذا الرقم ثاني، تمام. فحلو اني انا اعرف احول الزمن. لنفترض انه عندك 1 شهر، الشهر 30 يوم، واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية،
بهذا الشكل. السنة 365 يوم تقريبا، وبهذا الشكل. واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. فحلو إني أنا أعرف أتصرف مع كامل التحويلات، وحدات زمن، وحدات أي وحدات. رقم 6، مطلوب مني أحول 100 كيلو متر على ساعة إلى متر على ثانية. تمام، باجي بقول المية، يعني بدي أحول أول خطوة يا أستاذي من كيلو متر نيجي للبسط. إذا عندي بهذه المسألة قسمين، بسط ومقام. بدنا نشتغل شغل البسط. البسط بدي أحول من كيلو متر إلى متر، من كبير إلى صغير. من كبير إلى صغير بدي أستعمل الضرب. تمام، وأنا بعرف إنه الكيلو عبارة عن 1000، إذا بدي أقول 100 ضرب 1000. أنهينا شغل البسط، بنتقل الآن إلى المقام. هيا متر، حولت من كيلو متر لمتر، قلت من كيلو متر إلى متر، من كبير إلى صغير بدي أضرب، والكيلو متر 1000 ضرب 1000. على المقام، المقام أيضا بدي أحول من ساعة، من ساعة إلى ثانية. الساعة كبير والثانية صغير. كيف بدي أحول من ساعة لثانية؟ أخذناها بتحويل وحدات الزمن، قلنا الواحد ساعة تساوي 60 دقيقة، والستين دقيقة فيها 60 ثانية، فستين ضرب 60 أعطاني 3600 ثانية. إذا من ساعة إلى ثانية فيها 3600 ثانية. تمام، بهذا الشكل. هسا بقدر أنا أختصر صفر مع صفر، بقدر أختصر صفر مع صفر، أصبح عندي واحد ضرب 1000 يساوي 1000 على 36 تقسيم 36. لو اجيت قسمت انت 1000 على 36، استعنت بالآلة الحاسبة، راح تعطيك النتيجة 27.77، والوحدة متر على ثانية. المطلوب السابع طالب مني رقم 7، حول 120 نانو ثانية إلى ثانية. بنفس الخطوات بدي أحول من نانو، من نانو ثانية إلى ثانية. إذا من صغير إلى كبير، من صغير إلى كبير، إما بستعمل القسمة أو بضرب بقوة سالبة. إذا أصبح عندي 120 ضرب، لو بدي أضرب بقوة سالبة النانو، بعرف إنه ضرب 10 قوة ناقص 9، فهيك أنا بكون حولت من نانو ثانية ل ثانية، الوحدة ثانية. رقم 8، طالب مني حول خلينا نقول 60 سنتيمتر إلى متر. تمام، بهذا الشكل، من سنتيمتر إلى متر، من صغير إلى متر كبير، بدي أستعمل القسمة. 60 السنتي عبارة عن 1 على 100، إذا 60 تقسيم 100 وتساوي 6 على 10، 6 بالعشرة متر. رقم 9، طالب مني أحول 60، بس مش سنتيمتر، سنتيمتر مربع، في عندي تربيع، إلى متر تربيع، هاي وحدة مساحة. تمام، نفس الخطوات، عندي 60 من سنتيمتر إلى متر، من صغير إلى كبير بدي أستعمل القسمة. إيش من سنتيمتر لمتر؟ اللي هي بدي أقسم على 100، لأنه السنتي هو عبارة عن 1 على 100، لكن في عندي تربيع على السنتيمتر، فما فبأخذ هذه 100 إيش؟ تربيع، لأنه ببساطة عندي تربيع على السنتيمتر. إذا كمان مرة، من سنتيمتر إلى متر، أنا بقول السنتيمتر عبارة عن 1 على 100، فقسمت على 100، لكن هو طالب من سنتيمتر تربيع، فالمية هذه لازم تكون تربيع، لأنه أنا عندي على السنتيمتر تربيع. فأصبح عندي الجواب يساوي 60 على 100 تربيع، اللي عبارة عن 100 ضرب 100. بختصر صفر مع صفر، بضل عندي 6 على 1000، ويساوي 6 بالـ1000 متر مربع. تمام، هاي رقم 9. رقم حل آخر، حل آخر، لنفترض إنه واحد إجا يحلها بالأسس.
قال باستخدام الأسس 60 بدي أحول من سنتيمتر لمتر، بدي أضرب بقوة سالبة. إيش هي القوة السالبة للسنتيمتر؟ ناقص 2. تمام، إذا 60 ضرب 10 قوة ناقص 2، لكن عندي تربيع، فهي العشرة قوة ناقص 2 هاي لما بحول من سنتيمتر لمتر، لكن من سنتيمتر تربيع، فإيش بدي أعمل بالعشرة قوة ناقص 2؟ بدي أربحها بهذا الشكل. إذا أصبح عندي واي يساوي 60. هسا هذه كيف بتعامل معها؟ من الرياضيات طريقة حساب هاي 10 قوة ناقص 2 تربيع، هاي مع هاي بضربهن ضرب عادي، يعني باجي بقول 60 ضرب 10 ناقص 2 ضرب 2 ناقص 4 متر تربيع، فهي النتيجة نفس هاي النتيجة. إذا كمان مرة، 60 من سنتيمتر لمتر ضرب 10 قوة ناقص 2، لكن بما إنه عندي تربيع فهي كلها بدها تكون تربيع كخطوة أولى. كخطوة ثانية كيف بتتعامل معها؟ من الرياضيات هاي عندي قوة وعليها تربيع بضربهن ضرب عادي، فأصبح عندي 60 ضرب 10 ناقص 2 ضرب 2 ناقص 4. رقم 10، رقم 10 لنفترض كانت عندي سؤال 150 من سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب وحدة حجم. تمام، كيف بدي أنا أحولها من سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب، من صغير إلى كبير؟ تمام، بدنا نستعمل القسمة، بقول 150 السنتيمتر عبارة عن 1/100، فبقسم على 100، لكن عندي تكعيب، فهذه 100 إيش بدي أعمل فيها؟ بدي أكعبها، لأنه من سنتيمتر لمتر بقسم على 100، لكن هو من سنتيمتر تكعيب، فبلزم إني أقسم على 100 مكعب، لأنه السنتيمتر عليه تكعيب، ويساوي 150 على 100 ضرب 100 ضرب 100. أصبح صفر بروح مع صفر، بضل عندي 15 على 100 ثلاث أربع أصفار، وهي كمان صفر 5، فهي النتيجة، ويساوي 15 على هذا. لو بدي أحولها 1/10 قوة 5 أصفار قوة 5، ولو بدي أرفعها لفوق لتصير 5 بس تطلع لفوق بدها تصير ناقص 5، فبتصير 10 قوة ناقص 5 متر تكعيب. رقم 11 أو قبل رقم 11 حل آخر، احتمال واحد من البداية يجي يقول بدي استعمل الأسس 150 بدي أضرب بقوة سالب لأنه من صغير لكبير. إيش هي القوة السالبة؟ اللي هي 10 قوة ناقص 2 للسنتيمتر، لكن بما إنه عندي تكعيب فهذه جميعها بدي أعملها تكعيب، وهذول بضربهن ضرب عادي زي ما تعلمنا بالرياضيات. إذا أصبح عندي 150 ضرب 10 قوة ناقص 2 ضرب 3 ناقص 6، هاي النتيجة هي نفس هاي النتيجة. ليش يا أستاذي؟ لأنه 150 بقدر أنا أخلي هاي 10 قوة ناقص 5 وأحرك الفاصلة منزلة، مضل عندي 15، فهاي النتيجة متر تكعيب، نفس هاي النتيجة. لو بدك توضح أكثر، 150 عبارة عن 15 ضرب 10 قوة 1، 15 ضرب 10 عبارة عن 150 ضرب 10 قوة ناقص 6 ويساوي 15. 10 قوة موجب 1 ضرب 10 قوة ناقص 6 في حالة الضرب نجمع الأسس، أصبح عندي 10 زائد 1 ناقص 6 ناقص 5 متر مكعب، إذا هاي النتيجة هي نفس هاي النتيجة. إذا صرت أنا بعرف كيف أحول الوحدات من سنتيمتر لمتر، من صغير إلى كبير، وإذا عندي تربيع أو تكعيب بدي أخذه بعين الاعتبار على لوتة البادئ الأساسي. السنتيمتر عنده تقسيم 100، سنتيمتر تربيع بده يصير على 100 تربيع، سنتيمتر تكعيب على 100 تكعيب، أو إذا تعاملت مع الأسس سنتيمتر 10 قوة ناقص 2، طب سنتيمتر تربيع 10 قوة ناقص 2 تربيع، سنتيمتر تكعيب 10 قوة ناقص 2 تكعيب، بهذا الشكل. رقم 11 طالب مني أحول 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب إلى كيلو جرام على متر مكعب. إذا المسألة فيها بسط ومقام، خلينا نشتغل في البداية البسط. الواحد هاي اللي عندي بالمسألة هيها، تمام، بدي أحول من جرام لكيلو جرام، يعني الجرام صغير والكيلو جرام كبير، وأنا بعرف الواحد كيلو جرام في ألف، ألف جرام، شيء إحنا بنعرف الواحد كيلو عبارة عن ألف جرام. إذا بدي أحول من صغير إلى كبير، بمعنى إني بدي أقسم
أو بضرب ضرب 10 قوة ناقص 3 بهذا الشكل، مش الألف، يا بقسم على 1000 أو بضرب ضرب 10 قوة ناقص 3. إذا من جرام لكيلو جرام، من صغير إلى كبير، بدي أضرب بقوة سالبة أو بقسم على 1000 ضرب 10 قوة ناقص 3. إذا هيك أنا حولت من جرام لكيلو جرام، على من سنتيمتر لمتر، من أيضا من صغير إلى كبير، ومن صغير لكبير هي برضو واحد، بدي أضرب بقوة سالبة اللي هي 10 قوة ناقص 2، وبما إنه عندي تكعيب فبدها هاي تكون عليها تكعيب زي ما تعلمنا. إذا أصبح عندي هاي بضربها ضرب عادي، أصبح عندي هون 1 ضرب 10 قوة ناقص 3 على 1 ضرب 10 ناقص 3 ضرب 2 اللي هي عبارة عن ناقص 6. بعد ذلك 1 ضرب 10 قوة ناقص 3، ال 10 قوة ناقص 6 بقدر أنا أرفعها من المقام للبسط بشرط تغيير إشارة القوة، بدل ما هي ناقص 6 بتصير 10 قوة موجب 6. بعد ذلك في حالة الضرب نجمع الأسس، ناقص 3 زائد 6 اللي عبارة عن زائد 3 كيلو جرام على متر تكعيب، اللي هي 1 ضرب 10 قوة 3 كيلو جرام على متر تكعيب، اللي هي عبارة عن 1000 كيلو جرام على متر تكعيب. رقم 12 طالب مني أحول نفس المسألة 20 جرام لكل سنتيمتر مكعب إلى كيلو جرام لكل متر تكعيب. بنفس الخطوات 20، من جرام لكيلو جرام، من صغير إلى كبير، بدي أضرب بقوة سالبة اللي هي عبارة عن ناقص 3 على 1 ضرب من سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب، بدي أضرب ضرب 10 قوة ناقص 2 من صغير إلى كبير، وبما إنه في عندي تكعيب ما بدي أنسى أكعب هذا العامل اللي هو تبع السنتيمتر. الخطوة اللي بعدها دول بضربهم ضرب عادي، صار عندي 20 ضرب 10 قوة ناقص 3 على 1 ضرب 10 ناقص 2 ضرب 3 ناقص 6. 20 تقسيم 1 20 ضرب 10 قوة ناقص 3، وال 10 قوة ناقص 6 بحركها للأعلى بشرط تغيير إشارة القوة تبعتها، بتصير ضرب 10 قوة موجب 6 20. بعد ذلك في حالة الضرب نجمع الأسس، ناقص 3 زائد 6 عبارة عن زائد 3. إذا كانت تيجي نهاية 20 ضرب 10 قوة 3 كيلو جرام على متر تكعيب. سؤال طالب مني حول الكميات الآتية إلى ما يقابلها بالنظام الدولي. رقم 1، أنا بعرف بالنظام الدولي قياس كل كمية فيزيائية. طيب طالب مني أحول 540 كيلو متر في الساعة إلى النظام الدولي. النظام الدولي بعرف الكيلومتر لازم تتحول إلى متر، لأنه وحدة القياس بالمتر بالنظام الدولي، ومن ساعة لازم أحولها الزمن بالثانية، مش هذا اللي بنعرفه من النظام الدولي. إذا من كيلومتر لمتر، هي 540، من كيلومتر لمتر من كبير إلى صغير بدي أضرب ضرب 1000، لأنه الكيلومتر عبارة عن 1000 متر. تقسيم من ساعة لثانية، برضو بدي أحول أيضا من كبير إلى صغير، فبدي أستعمل الضرب، الواحد ساعة عبارة عن 60 دقيقة، و 60 دقيقة 60 ثانية، فستين ضرب 60 عبارة عن 3600 ثانية. بعد ذلك بقدر أختصر هذا الصفر مع هذا الصفر وهذا الصفر مع هذا الصفر، بظل عندي 54 ضرب 100 عبارة عن فيها 54 ضرب 100 5400 على 36. لو قسمت هذا بعطيني كنتيجة نهائية 150 متر بالثانية. إذا هيك أنا حولت هاي الوحدة اللي هي وحدة سرعة إلى النظام الدولي. رقم 2 طالب مني أحول 1600 جرام إلى النظام الدولي. طبعا من جرام، النظام الدولي بقيس الكتلة بالكيلو جرام. إذا بدي أحول أنا بهاي المسألة من صغير إلى كبير، بلزمني أقسم، فأصبح عندي 1600 تقسيم الواحد كيلو في 1000 غرام، إذا تقسيم 1000، كل واحد جرام هو عبارة عن 1 على 1000. بختصر صفر مع صفر صفر مع صفر، بده ظل عندي 16 على 10 فيها 1.6 كيلو جرام.
المطلوب الثالث طالب مني أحول 20 لتر. طيب بدي أحول 20 لتر، أنا بعرف اللتر، اللتر وحدة قياس الحجم، وحدة قياس حجم. إذا وحدة قياس الحجم اللتر، لكن ليست بالنظام الدولي. أنا بعرف بالنظام الدولي الحجم، بالنظام الدولي يقاس بالمتر تكعيب. إذا أنا بدي أحول هذه من لتر إلى متر مكعب. هلا الواحد متر مكعب، 1 متر مكعب كم يساوي؟ يساوي 1000 لتر. تخيل يا أستاذة الخزان اللي على ظهر دار، على سطوح بيجي على ظهر البيت، اللي بيعبوا فيه مي للبيت، هذا بكون على شكل مكعب، مكعب طوله 1 متر وعرضه 1 متر وارتفاعه 1 متر، هذا بيمثل 1 متر مكعب. هسا عشان انا اعبيه كم لتر بلزمني؟ تخيل اللتر اللي هو عبارة عن كزازة المي ام اللتر، فبلزمني 1000 كزازة، 1000 كزازة من المي، من اللي حجمهن لتر، علشان يعبين هذا 1 متر مكعب اللي موجود على على ظهر البيت. اذا العلاقة ما بين المتر مكعب واللتر، كل 1000 لتر بعطيني 1 متر مكعب. تمام؟ إذا هاي كبير واللتر ماله صغير. بلزمني أحول من لتر لمتر مكعب، من صغير إلى كبير، فبلزم أقسم 20 على العلاقة ما بينهن اللي هي 1000، بلزمني أقسم على 1000، صفر مع صفر بتروح، بطلع 2 على 100، بطلع 2% متر مكعب، 2% متر مكعب. تمام؟ هذا بخصوص اللتر. رقم 4 طالب مني أحول 200 جرام ضرب سنتيمتر على ثانية تربيع إلى النظام الدولي. تمام. إذا هنا في أكثر من وحدة، فبدي أشتغل عليهن واحدة واحدة. أول شغلة بدي أحول الجرام، الجرام بلزم أحوله للنظام الدولي للكيلوغرام. تمام؟ إذا أي الـ200، علشان أحول من جرام لكيلو جرام، من صغير إلى كبير، نقسم على 1000 أو نضرب بقوة سالب اللي هي 10 قوة ناقص 3. هاي أنا حولت جرام لكيلو جرام. بعد ذلك بدي أحول السنتيمتر، السنتيمتر بدي أحولها للنظام الدولي للمتر، من سنتيمتر لمتر إما بقسم على 100 أو بضرب بقوة سالب اللي هي 10 قوة ناقص 2. أما الثاني تربيع فهي بالنظام الدولي ما بدها تحويل. فأصبح عندي النتيجة 200، اللي هي بتشكل الـ200 عبارة عن 2 ضرب 10 قوة 2 ضرب 10 قوة ناقص 3 ضرب 10 قوة ناقص. العشرة قوة 2 اللي عبارة عن 100، 2 ضرب 100 200، فحولتها بهذا الشكل عشان أنا في حالة الضرب أجمع الأسس. 2 ضرب 10 قوة، هاي 2 ناقص 2 بتصير 0، ناقص 3 بظل عندي ناقص 3 كيلو جرام في متر على كيلوغرام في متر على ثانية تربيع. سؤال آخر وآخر عنا سؤال، هذا حول الكميات الآتية حسب ما هو مطلوب. طالب مني أحول 5 مايكرومتر إلى بيكومتر. تمام؟ هسا أنا تعلمنا كيف أحول أنا العلاقات اللي عندي، كان ولا علاقة بتربط ما بين المايكرومتر إلى بيكومتر. أنا بقدر أحول من مايكرو إلى متر، فكيف أنا بدي أحول من مايكرومتر إلى بيكومتر؟ علشان أحل هاي المسألة بلزمني خطوتين. أول خطوة بحول من مايكرومتر إلى متر، لأنه أنا بعرف أحول من مايكرومتر إلى متر العلاقة اللي ما بينهن أو البادئ الأساسي اللي هو ضرب 10 قوة ناقص 6. بعد ذلك بحول من متر إلى بيكومتر. فزي هيك مسائل ما في علاقة تربط من مايكرو إلى بيكو، بلزمني خطوتين. إذا أول خطوة بدي أحول من مايكرومتر إلى متر، 5، من مايكرومتر إلى متر، من صغير إلى كبير، ضرب 10 قوة ناقص 6. تمام؟ إذا هيك أصبحت بالمتر. الخطوة الثانية بقول 5 ضرب 10 قوة ناقص 6 شو صارت وحدتها؟ متر. بدي أحول من متر إلى بيكو، من كبير إلى صغير، فمن كبير إلى صغير بدي أضرب بقوة موجبة. إيش هي القوة الموجبة؟ اللي هي 10 قوة
موجب 12. تمام، إذا أصبحت عندي كنتيجة نهائية 5 ضرب 10. في حالة الضرب نجمع الأسس ناقص 6 زائد 12، هي عبارة عن -6 بيكو متر. إذا المسألة احتاجت خطوتين من مايكرومتر إلى متر، من صغير إلى كبير ضرب قوة سالبة اللي هي 10 قوة ناقص 6، لكن من متر إلى بيكو متر بدي أحول من كبير لصغير، بلزم أضرب ضرب اللي هي قوة موجبة بهذا الشكل، فبيطلع عندي 5 ضرب 10 قوة 6. ونفس السؤال خلينا نغيره، لو طلب مني أحول مثلا 900 نانومتر إلى أنجستروم، باجي بقول 900 نانومتر من نانو لأنجستروم ما بقدر أحولها مباشرة، بلزم أحول من نانو متر إلى متر كخطوة أولى، كخطوة ثانية من متر إلى أنجستروم. فالـ900 من نانومتر لمتر، من صغير إلى كبير بضرب ضرب 10 قوة ناقص 9 بالمتر، أصبحت عندي النتيجة. إذا هيك حولت أنا من نانومتر لمتر. الخطوة الثانية باجي بقول 900 ضرب 10 قوة ناقص 9 أصبحت وحدتها بالمتر، بدي أحولها لأنجستروم، من كبير إلى صغير بدي أضرب بقوة موجبة. إيش هي القوة الموجبة؟ لو ألقينا نظرة على البادئ الأساسي للأنجستروم تطلع 10 قوة موجب 10، فبيطلع عندي كنتيجة نهائية 900 هي عبارة عن 9 ضرب 10 قوة موجب 2 زي ما تعلمنا، ضرب 10 قوة ناقص 9 ضرب 10 قوة موجب 10، 9 ضرب 10 ناقص 9 زائد 10 1 اللي هي زائد 2 3، إذا 9 ضرب 10 قوة 3 ويساوي 9000 أنجستروم. آخر واحدة طالب مني رقم 3 أحول 6.4 من لتر إلى ملي لتر. اللتر كبير، لا ملي لتر صغير، والملي هو عبارة عن 1 على 1000. إذا بدي أقول 6.4 أو كل اللي هي العلاقة ما بين اللتر والملي لتر اللي هي عبارة عن 1000، كل 1000 ملي لتر أعطيني 1 لتر. تمام، بهذا الشكل. إذا أصبح عندي 6.4، أو لو رحت أنا اطلعت على البادئ الأساسي بقول من كبير إلى صغير بدي أضرب إيش هو العامل تبع الملي، 10 قوة ناقص 3 في حالة من صغير لكبير، لكن عندي من كبير لصغير بدي أضرب ضرب قوة موجب اللي هي 10 قوة موجب 3، فكنتيجة نهائية 6.4 ضرب 10 قوة 3 ملي لتر وتساوي 6.4. حركت الأربعة بنزل صفرين بتطلع 6400 ملي لتر. طيب هذا آخر سؤال، بضل عندي إن شاء الله اليوم رح أنزلكم ورقة عمل على مجموعة مدرسة الفيزياء عنا على الفيسبوك، بتحاولوا تحلوها إن شاء الله وبتسلموني إياها نهاية هذا الأسبوع. يعطيكم العافية.